وما ثواب صلاة الجنازة بالنسبة للمصلي؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى أنه لو صلاها بعض الناس سقط الطلب عن الباقين، أي لا يعذبون، ولكن فاتهم ثواب كبير. والمؤمن الصادق لا ينبغي أن تفوت منه فرصة يكسب فيها ثوابا مهما كان حجمه، فقد جاء أن كل مؤمن سيندم يوم القيامة إن كان مسيئا ندم ألا يكون قد أحسن، وإن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد إحسانا. ومع مراعاة أن كل المشيعين ربما لا يكونون متطهرين للصلاة، وفي التطهر بعض المشقة أو التأخير لدفن الجثة، فإن المتطهر ينبغي أن يشارك في الصلاة. فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما أو أحدهما مثل أحد. وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ وذكر هذا الحديث. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع فيخبره، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. معنى هذا أن صلاة الجنازة لها ثواب عظيم لمن صلاها، والله أعلم.